يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة حبايب. يلا نشاط نشاط نشاط، كل سنة وانتم طيبين. مش عاوزين اي حاجة تعكر صف وفرحتنا. بدخول رمضان ان شاء الله مش باقي حاجة خلاص، احنا عمالين نكسل الايام اللي طافت، وكله بس قاعدين ناكل نشرب نهزر نتكلم في حاجات ملهاش لازمة، حاجات تعكر علينا بس. لا خلينا نقوم نتنشط بقى، مفيش وقت بجد. وولادك برضه مالهمش ذنب، الصغار انهم يبقوا شايفين جو دايما متوتر، والحظر والكلام ده كله مفيش مشاكل. خلينا جوه بيتنا نظبط وننسق زي ما بتعملي كل سنه في امكانيات بيتك وجوه بيتك. تمام، يلا النهارده يبقى يوم كله نشاط. هقوم افطر كده حاجه بسيطه، ان فعلا اليوم بدري زي ما قلت لكم. شايفين الساعه لسه 3:30، بس ما عنديش نوم، نمت بدري وصحيت بدري وكده مقلقه يعني، فقلت قومي ايه نشاط بقى كده. يلا حبايبي ناخد النهارده اليوم البدري نظبط كل حاجتنا. يلا صباحكم زي الورد. يلا بقى نقول صباح الخير. واول حاجه هعملها هعمل كورن فليكس، مشتهي اكل كورن فليكس، مش عايزه افطر حاجه تقيله دلوقتي، لان بالذات زي ما انتوا شايفين كده معايا لسه ضنوه صاحيه بدري جدا جدا جدا، فقلت اخد حاجه كده وابدا نشاط من بدري. تمام، عندي هنا الكورن فليكس وعسل، انتوا عارفين انا قطع سكر من حياتي كلها. تمام، هاخد معلقه من العسل كده كده، انت العسل ليكي حاجه كويسه اصلا، حطيها في الحليب، والحليب خلي الدسم يعني. انت بصي يا بنات، انتوا بتعملوا كل حاجه كويسه بدون كل حاجه بس بالمعقول، وفي نفس الوقت ناكل كل حاجه تكون فيها صحيه. نحول الحليب الدسم لحليب صحي، لحليب قليل الدسم او خالي. حولي السكر لعسل. تمام، الكورن فليكس استعملي كورن فليكس هو الدايت، او حتى او العادي مفيش مشكله بالذره، بس المهم ان انت خففي السكريات والكميات بس كده. حطيت العسل، هحط الحليب. على فكره انا بحب اشرب اكل كورن فليكس بالحليب السخن عشان يبقى عامل زي السيريلاك، دي حاجه كانت فيا من زمان. بس كده هاخد الكورن فليكس، بس كده هبدا بقى ان انا اخد فطاري ان شاء الله، ونبدا نشوف هنعمل ايه. لازم كل يوم يا جماعه هيمديكم، احنا لسه النهارده بدري، باقي حوالي 10 ايام او 12 يوم. هتبداي ان انت من دلوقتي تمشي على جدول، علشان يجي عليكي شهر رمضان انت خالصه وبيتك جميل ومفرزه حاجات علشان تريحك. ايه تاني يا ربي؟ سمعت صوت اضاءه، تصدقوا كان حد بيصور. استغفر الله، مش كده الشبابيك دلوقتي بقاش في امان. يلا وبس كده هروح بقى اخد فطوري وايه، ونخش مع بعض على المطبخ. يا جماعة خلاص، مو باقي شاي على رمضان. كل سنة وانتم طيبين. كل يوم افتحي كبتاتك، افتحي لك درفة من الدرف في مطبخك، افتحي رف من الرفوف، وابدأي ان انت تشيلي وتنظفي وترتبي. انت مش عارفة ايه اللي ناقصك، هتبدأي تنزلي تجيبي حاجة رمضان، فهتبدأي ان انت محتاجة ان حاجتك تكون تمام عندك. طبعا كل سنة وانتم طيبين، انا عارفة ان احنا في ازمة ووباء رهيب، وبس برضو يعني احنا عايشين وبناكل وبنشرب وعايشين. تمام، فمن ضمن حاجاتك اللي بتشتري تشتريها، بتروحي الماركت تجيبيها، هتروحي تجيبي حاجة رمضان. تمام، فلما تبقي تجيبي حاجتك، اللي متابعني السنة اللي فاتت هحط لكم لينك تجهيزات رمضان تحت في الديسكريبشن بإذن الله، كانت سلسلة تجهيزات هحطها لكم تحت، بس هزود عليها الحاجات البسيطة اللي انا بعملها السنة دي. في يعني احنا عارفين ان احنا يعني كلنا نفسيا شوية متوترين، تعبانين، متضايقين، بس ما عليه برضو الواحد لازم يقوم يعمل ويجهز. طيب، مش هسيبي حاجتك مش نظيفة، مش هسيبي حاجتك فاضية في العلب، مش هسيبي حاجتك متوسخة ومتبهدلة. اوريدي يعني سواء شهر رمضان او غير شهر رمضان، كده كده هنشتغل وهنعمل الحاجات دي في بيتنا. تمام، هنقوم مع بعض وهنجهز. انا النهارده قمت مسكت كل علب المكسرات دي، اللي فيها حبتين، اللي فيها حبه، اللي فيها الفاضيه، كله غسلته
فضيته وغسلته، المزن ريحته مكمكمه شويه عشان حطها على الارفف، رميته غسلته، فاهمني؟ اللي هو الرول ده اللي هو اللي بيبقى فوق بعض دولة العلب دي، يبقى بحط فيها حبه البركه والزعتر والكركم، سوري، واللون الزعفران والحاجات دي، برده مسكتهم زي ما انتم شايفين بالمنظر ده، اتغسلوا وبيتقلبوا كده على وشهم لغايه ما ينشفوا. طيب مسكت كل برطماناتي اهي، كل البرطمانات اتغسلت وبرده سايباهم لغايه ما ينشفوا، تمام كده. بعد ما ينشفوا هتبداي ان انت تعبي فيهم، قسم المكسرات هيتعبوا مكسرات، زي دول كده اللي التوابل برده غسلتهم، اللي فيها حبه صغيرين غسلتهم، لميت يعني مثلا هنا في شويه فلفل اسود، هنا كمون، هنا كزبره، معلقتين معلقه، لميتهم كلهم في علبه واحده علشان اغسلهم واعبي من جديد، فاهمني؟ بس كده يعني البهارات اللي تنفع تنضم على بعض، ويبقى عندك برطمان من البهارات المشكله لميتيه من غير ما تحسي من ضمن البرطمانات اللي انت فضيتيها عشان تغسليها. تحطي على شاورما، على تتبيله تشيكن، على دياي بالفرن، اي حاجه هتنفعك البهارات المشكله دي. بس كده، وبعد ما خلصنا دول وسيبناهم ينشفوا هتبداي تمسكي برطمان الشاي، هتفضي فيه الشاي، برطمان مش عارفه السكر هتحطي فيه السكر، برطمان سكر البودره هتحطي فيه حليب الباودر، هتحطي فيه علب المكسرات نفس الشيء، البهارات، وهكذا في كل حاجتك هتخلصيها بالطريقه دي. هتمسكي رفوفك تصبنيها وتلمعيها وترجعي ترصي عليها حاجتك ان شاء الله. عايزه تدخليهم في ضرفه، وانا هنا نصيحتي ليكم، تمام؟ نصيحتي ليكم دلوقتي في الوضع اللي احنا فيه حاليا، بلاش نخلي حاجات كتير معروضه على الارفف، تمام؟ يعني لو انت عندك شغلك كله ارفف ارفف، بالذات المطابخ الصغيره بيبقى بيستعينوا بالارفف علشان تنجز شويه، فزي مثلا عندي انا ببقى حاطه ارفف كتير عشان انجز، وابقى حاطه حاجتي على الارفف تبقى يعني بتديكي بتساعدك، فاهميني؟ بتساعدك. طيب احنا دلوقتي في الوضع ده لا، انا افضل لك انك تلمي كل الكلام ده وتحطيه في درف مقفوله في الوضع اللي احنا فيه ده حاليا، يعني لغايه ما تعدي ان شاء الله الازمه دي شهرين ثلاثه، وباذن الله بعد كده نرجع لحياتنا الطبيعيه ونرجع تاني حاجتنا، كورنر الكوفي رجعيه، كورنر مش عارف ايه، كل حاجتك رجعيها ان شاء الله تاني باذن الله، تمام؟ بس كده حبيت في وسط التوجيهات اقول لكم النصيحه دي ضروريه قوي، هتخفف عليكي حتى في التنظيف، هتخفف عليكي في حاجات كتيره قوي، ماشي؟ بس شوفوا انا عندي هنا الضرفه منظرها غبي قوي، برطمانات اللي هي الملح زياده، مش عارفه ايه زياده، طحينه زياده، بسكوتات، يعني حاجات بصوا منظرها، منظرهم غبي، بصوا المنظر، استفزاز علني، استفزاز بجد. فكل ده هيتشال وينزل تحت، وكل حاجه تتحط في برطمانات، مثلا ده خلاص قربت خلاص هتترمي، الكاستر فيها معلقتين، هليمون في علبه واحده، وهكذا، فاهميني؟ بس النشا يمكن فاضيه هترميها، يعني الحاجات بصوا برطمانات ملهاش لازمه، هتشيلي كل ده ويتغسل، تمام؟ بس كده. هنا برضو شلت رف الكورنر الكوفي، فضيته خالص، شلت الارفف اللي هنا كلها، ومسكت المكاين غسلتها وصبنتها. زي ما انتم شايفين خليتها قشطه خالص، كله 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 اتغسل واتصبن. وبس اللي انا مش هحتاجه الايام الجايه دي هبدا ان انا احطه في كيس واشيله، عشان انا احتمال افضي كورنر الكوفي اشيله خالص الفتره ديت لغايه ما اشوف بس ايه الوضع الايام الجايه ان شاء الله. اوزها هخليها ارجعه. هنا عندي برطمان الشاي برضه غسلته وخدته قشطه ونشف، وبعد ما نشف هبدا ان انا احط فيه الشاي بتاعي. وبس تبقى حاجتك كلها قدامك نظيفة ومظبوطة وتمام. طيب ودلوقتي غسلت البرطمانات والعلب بتاعت الكورن فليكس اللي كان فيها حبة صغننين شلتهم مش عارفة ايه، وغسلتهم، وهبدأ ان انا احط فيهم برضو الكورن فليكس، تمام؟ بحيث ان ايه يبقى كل حاجة قدامك تمام ونظيفة، ماشي يا بنات؟ ثواني شوية بس. انك انت بتمسكي كل يوم جزء، يعني احنا النهارده مثلا دخلنا على دورها في المطبخ، بتبداي ان انت تخلصي زي ما عملنا كده كل حاجه رف رف، المكرونات تعبيها في برطمانات، الحاجه بتاعت البهارات اللي هتطحن اطحني وعبيها كلها، قفلي برطمانات بهاراتك كلها، اكتبي عليها،
ده مثلا كذا، ملح، فلفل اسود، كمون، بهارات مشكله مخلوطه، كل حاجه اعمليها وقفليها. البواقي من البهارات حطيها في كيس، حطيها في الفريزر. بعد ما خلصتي المطبخ خشي مثلا تاني يوم امسكي الفريزر، الفريزر وضبيه ونضفيه، وشوفي الحاجات اللي مالهاش لازمه شيليها، الحاجه اللي هتخليها على جنب خليها. هتمسكي تالت يوم تفريزات، اقعدي فرزي شويه حاجات، كفته، كباب، لحمه، بفتيك، بانيه، حاجات هتخفف عليكي، برضو تفرزي تحطيها في باكيتات وفي الفريزر، هتشيليها في درج او درجين. كل يوم اعملي حاجه من دي، هتيجي عليكي يوم رمضان هتلاقي نفسك خففتي عن نفسك. هتخلي التنظيف يكون اخر حاجه، اللي هو تنظيف الغرف، النوم والبيت والكباتات، هيبقوا اخر 3 ايام، تمام؟ لكن من دلوقتي ابداي كل يوم حاجه زي ما قلت لك كده. عصايرك ممكن تمسكي ليمون، تجيبي ليمون، كميه ليمون كل يوم مثلا، هاتيلك مثلا كيس ليمون وعصريه وعبيه في قوالب التلج وحطيها بالفريزر. البرتقال نفس الطريقه، تطلعي بس القالب تحطيه في الكوبايه وتقلبيه وتشربيه، او هتحطيه في الاكل. نفس الشيء الثوم والفلفل، اطحنيهم وعبيهم في قوالب التلج وفرزيهم، بعد كده شيليهم وجمعيهم في باكت واحد. الحاجات دي يا جماعه كلها هتريحك، وانت قاعده فاضيه دلوقتي اعملي كل الكلام ده. لو مشيتي على الجدول بتاعي ده كل يوم عملتي حاجه، والله هتيجوا عليكم رمضان هتدعوا لي. قوموا بسرعه النهارده ابتدوا في كده. انا هنزل جزء الفيديو ده النهارده، وكل ما اعمل حاجه هنزلها لكم عشان ما اعملش ايه اكبس عليكم الفيديو، تمام كده؟ يلا ما تنسوش بقى بلايك لايك لايك واشتراك في القناه من اسفل الفيديو، فعلوا الجرس الاهم علشان انا كل حاجه انزلها لكم يوصل لكم بيها اشعار، وانتظروني بفيديوهات ممتازه الايام الجايه. استودعكم الله.